استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة رئيس الجمعية الوطنية الإفوارية والوفد المرافق له، حيث أكد مدبولي على تطلع الحكومة المصرية لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة. كما تطرق الاجتماع إلى اتساع نطاق مجالات التعاون المشترك بين البلدين، وأكد رئيس الوزراء دعم وتشجيع القطاع الخاص المصري لإقامة شراكات في المشروعات التنموية ذات الأولوية بالنسبة لكوت ديفوار، مستعرضا في هذا الصدد الخبرات التي تتمتع بها الشركات المصرية. من جهته أشار رئيس الجمعية الوطنية الإفوارية إلى تطلعه لجذب المزيد من الشركات المصرية للاستثمار والعمل في السوق الإفوارية، بما يعكس العلاقات القوية مع مصر، وفي ظل تبني كوت ديفوار لسياسة التعاون الجنوب جنوب.